طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الأمسية، أمسية إتيكيت إجراء المقابلات الشخصية. كما تعلمون بأنه يعني أي إنسان، خصوصا أن في هذه الظرفية الآن نحن في نهاية السنة، والإنسان يعني كل واحد يجتاز امتحانات ويحصل على شهادات، ثم ينطلق إلى مجال آخر وإلى مرحلة أخرى في حياته، سوف ينتقل من مرحلة كونه طالب إلى مرحلة إنسان لابد أن يقدم وأن يعطي وأن يكون إنسانا فاعلا في حياته، حياته الشخصية، وإنسان فاعل في مجتمعه. أكيد أنه سينتقل إلى هذه المرحلة، مرحلة البحث عن العمل. وهذه المرحلة ليست بالمرحلة السهلة وليست بالمرحلة الصعبة، هي سهلة إن عرفنا كيف ندبر هذه المرحلة، وكيف يمكن أن نحصل على عمل، كيف نهيئ أنفسنا للحصول على عمل. وصعب من لم يستطع أن يبحث وأن يترك نفسه جانبا ولا يبحث عن عمل. فهذه الأمسية إن شاء الله أمسية سوف نتضارب فيها فيما بيننا بحول الله، يعني كيف يمكن أن أبحث عن هذا العمل انطلاقا من سيرتي، كتابة السيرة الذاتية، ثم كيف أجري مقابلات شخصية مع أصحاب العمل. أكيد ونحن نتحدث عن هذه الأشياء لها إتيكيت، لها فن، هي فن في حقيقة الأمر، هي فن كيف تكتب سيرة ذاتية، كيف تجعل نفسك أو تقدم نفسك بالشكل الصحيح. فنحن دائما نتحدث عن علم التنمية البشرية، أهم رأس مال في الحياة في المجتمعات هو رأس مال. ممكن أن أجعل نفسي عنصر فعال في تلك الشركة، وكيف يمكن أن أقنع رب العمل أو المؤسسة أو الوزارة أو المدرسة أو أي شيء أبحث فيه عن عمل، كيف يمكن أن أقنع نفسي، أن أقنع ذلك الشخص الآخر الذي هو وضع إعلان للبحث، إعلان لأنه يريد من يغفر بمنصب شغل في مؤسسته. قد تكون مؤسسة، وعليكم السلام ورحمة الله، قد تكون مؤسسة حكومية أو قد تكون مؤسسة خاصة. إذن في هذه الأمسية بحول الله سوف نتضارب هذه الأشياء. أولا أعرفكم بنفسي، مستشار دولي المهدي محمد بابلي، جنسية مغربي ومقيم في مملكة البحرين، أعمل اختصاصي مناهج بمملكة البحرين، مستشار تدريب دولي معتمد من البورد الدولي، مدير دولي أيضا معتمد من البورد الكندي للتدريب، زميل البورد الدولي للتدريب، معلم دولي مبدع بنظام المدارس المبدعة، دبلوم علوم تربية واستراتيجيات التعلم الحديث، عضو لجنة تأليف مناهج، مدرب تربية حقوق الإنسان والمواطنة، للعديد من الدورات التدريبية التي دربت فيها من بينها مدربين، ومن بينها يعني دورات في التنمية الذاتية، ثم أنني عضو لجنة يعني لجنة مقابلات في امتحانات قد تكون لبعثات طلابية، وقد تكون يعني في انتقاء بعض المعلمين للظفر بمنصب كمعلم ضمن الوزارة أو شيء من هذا القبيل. إذن أهلا وسهلا بكم معي في هذه الأمسية، أمسية إتيكيت إجراء المقابلات الشخصية. وكما تحدثنا، نعم أن هذه الأشياء هي مهمة في حياتنا، ربما أنا موظف الآن وأريد أن أبحث عن وظيفة أخرى، فهذه الأشياء أيضا تفيدني حتى وإن كنت موظفا وأبحث عن وظيفة أخرى أو تغيير
للوظيفة التي أنا فيها. إذن أهلا وسهلا بكم اسما اسما وفردا فردا. يعني نمر للشريحة الأخرى. الاتفاقية بعجالة يعني لا داعي للوقوف عليها. لكن عندي يعني شيء طلب بسيط هو أن تأخذ يعني ورقة وقلم، لأن هذه الأمسية بالضبط سوف تكون كلها تطبيقية وليست يعني مجرد حكي فقط. سوف نطبق كل ما نشتغل به بحول الله. ما هي توقعاتكم من هذه الأمسية؟ يعني حضرتم إلى أمسية إتيكيت إجراء المقابلة الشخصية؟ أكيد ليس يعني هكذا عادة أنكم تدخلون في هذه القاعة من أجل يعني شيء، ولكن لابد أن لديكم هدف معين. ما هي توقعاتكم وما هي أهدافكم ومنتظراتكم من هذه الأمسية؟ نعم، كيف أكتب سيرة ذاتية؟ جميل جدا، وهذا هو هدفنا اليوم إن شاء الله. نعم، كيف أكتب سيرة ذاتية؟ إجراء المقابلة الشخصية بدون خوف، مهم جدا. كيف أجري المقابلة الشخصية؟ إجراء مقابلة شخصية أيضا. رميم من سوريا، أهلا بك رميم. نعم، تطويق خبراتك، وهذا جميل جدا، لأننا نتحدث عن تطويق الذات، وهذا شيء مهم، لأن سيرتك الذاتية هي كيف تسوق ذاتك وكيف تقنع الآخر بمهاراتك بخبراتك بكل شيء. أكيد سوف نتدرس هذه الأشياء بحول الله في وقتها. أتعلم أسلوب الكلام والإقناع، جميل جدا. كيف أعرض مهاراتي بشكل فعال؟ نعم. إذن كل الأشياء إن شاء الله سوف نتدرسها. إذن الهدف العام ينتظر في نهاية هذه الدورة كتابة سيرة ذاتية بمعايير دولية وإجراء المقابلات الشخصية بشكل فعال. يعني أن نكتب سيرة ذاتية بمعايير معينة وبمعايير مقنعة للشخص الآخر وإجراء المقابلات الشخصية بشكل فعال. كيف حتى وأنا في مقابلة الشخصية كيف أستطيع أن أقنع ذلك الشخص الذي يقابلني ويجري لي هذه المقابلة؟ قد تكون لجنة، قد يكون شخص، قد تكون يعني مقابلة فردية، أو قد تكون أيضا مقابلة عبر الهاتف. هذه كلها أشياء. إذن تعلم أيضا كتابة السيرة الذاتية شيء مهم، هذا ما سنقف عليه بحول الله. المحاور، مفهوم السيرة الذاتية سوف نتحدث عنها. كتابة السيرة الذاتية، ما هي العوامل التي يجب أن تكون في كتابة السيرة الذاتية والأسس والمحاور الأساسية؟ نصائح أيضا لكتابة السيرة الذاتية، ثم مفهوم المقابلات الشخصية، أنواع المقابلات الشخصية أيضا، ثم كيف تستعد لهذه المقابلات والأسئلة الأكثر شيوعا في هذه المقابلات، ثم النصائح الضرورية التي لا غنى عنها في المقابلات الشخصية انطلاقا من تجربتي ومن الأشياء التي اشتغلنا عليها في المقابلات الشخصية. سوف أغنيكم بحول الله بكل ما أعلمه في هذا المجال. طيب، أهداف هذه الجلسة اليوم هو التعرف على مفهوم السيرة الذاتية، ذكر العوامل الأساسية لكتابة السيرة الذاتية، ثم كتابة السيرة الذاتية والمعايير الأساسية. طيب، أول سؤال، هذه المحاور لها، ما تعليقكم على هذه الشريحة؟ ما هو تعليقكم؟ نعم، بناء سلم للوصول للهدف، ممتاز. لابد من بناء، أرجع، بناء الطريق للوصول للهدف، إن لكل هدف هناك طريق. نعم، ممتاز. أو هناك معوقات، بعد وجود ثغرة تحول بيني وبين الهدف ربما تكون معروفة أو تبقى غير يعني تعريف قدراتكم ومهاراتك. يعني أكيد ممتاز، يعني تعليقات رائعة جدا. لهم خطوة الوصول سلم، نعم، في أشياء لهم خطوة للوصول للهدف. عليكم السلام ورحمة الله. حدد هدفك بدقة، تحديد الهدف جميل جدا. التعامل مع المعوقات هدفك، نعم، مع المعوقات التي تحول بينك وبين الهدف.
نعم، أعينك على الهدف من نقطة البداية. جميل جدا، ممتاز. لابد أن يكون الهدف واضح، وهذا شيء مهم جدا، لأن عندما نتحدث عن الهدف لابد أن يدخل ضمن سمارت. إذا لابد أن لهذا الهدف يعني معايير من أجل صياغة الهدف، ومستقبلا إن شاء الله سوف نقوم يعني بالدورات حول كيف تصيغ الأهداف وكيف تحدد الهدف. التركيز على الهدف، إن لكل هدف معايير وسبل يجب اتباعها، أكيد. طيب، إذا تلاحظون أن هذا الشخص أمامه هدف ويريد الوصول إليه، ولكن هناك معوقات، ولكن على الرغم من وجود المعوقات فهو يبحث عن حل لوجود يعني كيف يصل بينه، هناك جسر بينه وبين الهدف. إلى لا بد أن يبني هذا الجسر، أن يبني هذا السلم من أجل الوصول إلى هدفه. أكيد تعليقاتكم جميلة جدا ورائعة جدا. طيب، مفهوم السيرة الذاتية، ماذا تعني لكم السيرة الذاتية؟ هذه العبارة عبارة سيرة ذاتية، ماذا تعني؟ ما هي الدلالة الرمزية التي تتبادر إلى الذهن عندما تسمع عن السيرة الذاتية؟ ما معناها؟ التعريف بشخصية، ممتاز، رائع جدا. الإنجازات والمهارات التي تؤهلك للعمل، ممتاز. أنت في سطور، نعم. ملف الشخصي بدراستي وإنجازاتي، نعم، ممتاز، رائع. التعريف بنفسك ومهاراتك، ممتاز أيضا. الشهادات والخبرات التي أتوفر عليها، نعم. نعم، لمحة بسيطة لأهم ما فعلته، نعم. التعريف بنفسك ومهاراتك أيضا. ما يبحث عنه صاحب العمل، ممتاز أيضا. ترجمة للمؤهلات، بطاقة لجميع المعلومات الشخصية والقدرات المهنية، كل ما يتعلق بمهاراتك وخبراتك وتجاربك، نعم. أنا أعتقد بأن السيرة الذاتية هي بيان أو تقرير شخصي موجز يستعرض فيه بعض المعلومات الشخصية عن تاريخ عمل ومؤهلات شخص يرغب في الحصول على عمل أو وظيفة معينة، ويفضل أن تكون باللغة العربية والإنجليزية، وخصوصا التخصصات التي تتطلب لغة الإنجليزية. طيب، فالسيرة الذاتية هي جواز سفر. إذا كان جواز سفر صالح، لنفترض بأن تلك المهنة أو تلك المؤسسة التي سوف تدخل لها لابد أن تحصل على جواز، أن يكون لديك جواز سفر مؤهل صالح، بياناته واضحة، يعني كل شيء لديك، تأشيرة الدخول. إذا وعليكم السلام ورحمة الله، لديك تأشيرة الدخول، فهذه السيرة الذاتية هي التي تسمح لك بدخول لتلك المؤسسة. إذا فهي بيان أو تقرير شخصي موجز، يعني بيان وتقرير شخصي عن ذاتك أنت، يستعرض بعض المعلومات الشخصية عن تاريخ وعمل ومؤهلات شخص، يعني تاريخ حياة أنت، يعني ما هي الأشياء التي تضيفها وتعطي فيها قيمة مضافة لتلك المؤسسة. مثلا نريد معلم، ما هي المعايير المتوفرة لديك أنت كي تكون معلما؟ نريد مهندس، ما هي المعايير المتوفرة لديك أن تكون مهندسا في تلك المؤسسة؟ نريد مدير، ما هي المعايير التي تؤهلك؟ ولكن كيف يمكن أن أعرف هذه المعايير انطلاقا من جواز سفر الموجود لديك لدخول تلك المؤسسة أو تلك الوظيفة التي هي بالذات هي السيرة الذاتية، وهي مؤهلات شخص يرغب في الحصول على عمل أو وظيفة معينة، ويفضل أن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية، وخصوصا للتخصصات التي تتطلب لغة الإنجليزية، أو لربما حتى اللغة أو لغة فرنسية أو إيطالية أو أي لغة، يعني على حسب المؤسسة التي تطلب ذلك الشخص، ذلك الشيء الذي هو موجود لديه. طيب، هذا تعريف مبسط وموجز للسيرة الذاتية. الهدف من السيرة الذاتية، الهدف من السيرة الذاتية هو مساعدتك على الحصول على مقابلة شخصية. إذن قبل أن نصل إلى المقابلة الشخصية، أكيد بأنك تقدم لسيرتك الذاتية
وأنا سأطلع على هذه السيرة الذاتية انطلاقا من تلك السيرة الذاتية أنا كطالب لموظف ما. فنعم هي لمحة سريعة عنك، يعني لا تكون يعني كبيرة جدا، سوف نعرف هذه الأشياء بدقة إن شاء الله ما يأتي من الشرائح. أنا قلت هي التي تؤهلك إلى الوصول إلى المقابلة الشخصية، لأن لا يمكن أن تصل إلى المقابلة الشخصية إلا بعد أن تكون جواز، أن يكون جواز سفرك يؤهلك ولديك تأشيرة الدخول لتلك المقابلة مع متخذ قرار توظيف في الشركة التي ترغب العمل بها، حيث أنه بعد تقديمك للسيرة الذاتية وطلب التوظيف فإنه بناء عليها يتم تحديد هل ستتقدم للمقابلة الشخصية أم لا. هذا شيء مهم، لأن تلك السيرة الذاتية هي التي تفتح لك الباب من أجل الوصول إلى المقابلة الشخصية، ثم سوف نعرف في المقابلة الشخصية كيف تستطيع أن تقنع من هو أمامك أنك أنت أهل لتلك الوظيفة ولذلك المكان وليس غيرك، انطلاقا من هذه الأمسية إن شاء الله. أي أن السيرة الذاتية هي عنصر أساسي في عملية حصولك على وظيفة. إذن أهم عنصر الآن هو السيرة الذاتية، كيف نكتبها، كيف نضعها، سوف نعرف هذه الأشياء بحول الله في ما يأتي. طيب عوامل كتابة السيرة الذاتية، يعني ما هي الأشياء الأساسية في السيرة الذاتية؟ هناك البيانات الشخصية، توضح هذه الأشياء، البيانات الشخصية ثم التعليم والمؤهلات، وهذه الأشياء سوف نشتغل عليها تطبيقي. البيانات الشخصية، التعليم والمؤهلات، خبرات العمل، المهارات، ثم المراجع. هذه خمس أشياء ضروري أن تكون عندك في سيرتك الذاتية. دعونا نقف على البيانات الشخصية. أولا يجب أن تتضمن السيرة الذاتية الاسم الكامل وتاريخ الميلاد. تلاحظون بأنني سقطت على تاريخ الميلاد بقلم أحمر، لماذا؟ خبرة مثلا. طيب ممتاز، نعم يجب أن تتضمن السيرة الذاتية الاسم الكامل وتاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد ليس ضروري إلا لأننا وضعت هذا القلم أحمر، هو مهم أن هذه الفكرة أوصلها لكم. تاريخ الميلاد ليس ضروري إلا في الحالات التي تطلب يعني السن قانوني سن محدد لوظيفة ما، مثلا كالوظائف العسكرية مثلا، أو بعض المؤسسات التي تطلب سن محدد ممكن أن تضيف تاريخ الميلاد. أما إذا لم يكن مطلوبا فليس من الضروري أن تكتب تاريخ الميلاد. السيرة الذاتية إذا قلنا الاسم الكامل، مكان الإقامة بالإضافة إلى وسائل الاتصال الخاصة بك كرقم الهاتف الخاص بك والمحمول والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني إن وجد، يعني أن هذه الأشياء هي مسائل ضرورية يجب أن تكون في بياناتك الشخصية. الآن خذ ورقة وقلم واكتب لهذه البيانات، يعني حتى نخرج بسيرة ذاتية واضحة، يعني كل واحد منا يكتب هذه البيانات. ممتاز، إذا نمر للشريحة الأخرى. إذا هذا بالنسبة للبيانات الشخصية، يعني الاسم، مكان الإقامة، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني وموقعك الإلكتروني، والبريد الإلكتروني يجب أن يكون بريد إلكتروني غير عادي. طيب نمر التعليم والمؤهلات، تذكر هنا مؤهلاتك الدراسية وكافة الشواهد التي حصلت عليها منذ تخرجك وكذلك مجال تخصصك، بالضبط على أن تبدأ ترتيب المؤهلات من الأحدث إلى الأقدم. إذن هنا تذكر المؤهلات الدراسية، ما هي الشواهد التي حصلت عليها؟ إذن مؤهلات أكاديمية، يعني ما هي الشواهد التي حصلت عليها؟ مثلا عندك ثانوية عامة أو البكالوريا كما يسمونها بالمغرب، البكالوريوس أو ليسانس أو الإجازة أو الأستاذية عند تونس، ثم مثلا ماجستير، ثم دكتورة، ولكن تبدأ بالأحدث، الدكتورة، الماجستير، الليسانس،
ثم البكالوريا ثم الشواهد التي تليها. الآن تفضل اكتب مؤهلاتك العلمية كما تحدثنا عنها، إذا كان أي شيء غير واضح نقف عليه. أنا أريد أن يعني أن أشتغل معكم بشكل تطبيقي وليس بشكل محاضراتي، أن أحكي لكم محاضرات وأترك الأمور هكذا، بل نأخذ نخرج بسيرة ذاتية إن شاء الله مكتوبة. إذا الآن كتبنا تجاوزنا مرحلتين، البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية. الآن خبرات العمل، هنا يجب أن تذكر خبراتك، ما هي خبرتك بأي عمل قمت به سابقا، ولكن عليك أن تكتبها بطريقة أكثر جاذبية. يعني أن لديك مثلا كنت يعني اشتغلت معلم في مدرسة ما، أكتبها بشكل جذاب. اشتغلت مثلا سكرتير، أكتبها بشكل جذاب. اشتغلت مدير، أكتبها بشكل يجذب الآخر لانتقائك أنت. نعم، إذا كما قلت هنا يجب أن تذكر خبرتك بأي عمل قمت به سابقا أو قمت بعمله سابقا، ولكن عليك أن تكتبها بطريقة جذابة يعني تجذب الآخر. هيا تفضل اكتب خبراتك السابقة. ماذا، ما هي الخبرات الموجودة لديك؟ هل يشترط الخبرات التي لها شهادة أم أي خبرة مكتسبة؟ أي خبرة اشتغلت فيها ولديك خبرة فيها وتعملها اكتبها. إذا مثلا عملت في شركة كذا وكذا كمدير أو مدرب أو إلى غير ذلك، عملت في هيئة كذا وكذا ك يعني شاركت كعضو في اللجنة التحضيرية، يعني عندي خبرة في مجال قواعد بيانات، يعني خبرة في مجال فنون تطبيقات أو سهر قبيل، خبرة في الهندسة، خبرة هي موجودة لديك اكتبها، ولكن اكتبها بشكل جذاب. يعني ما تكتبها، يعني اكتبها فيها إبداع. دائما نحن نتحدث عن الإبداع، بشكل فيها إبداع، تبدع فيها حتى تقنع الآخر. الإقناع يعني المشاركات والخبرات جميعا. أي خبرة كتب هي لديك اكتبها الآن، ثم بعد ذلك سنحقق ونوضح الأشياء الأخرى أكثر دقة. المهم اكتب الأشياء تكون أمامك، ثم بعد ذلك سوف نقف على التدقيق. يعني لم تتخصص حسب المكان الذي تقدم، هذا سؤال مهم وهو سوف أقف عليه إن شاء الله. أنا الآن نسير مرحلة مرحلة ثم بعد ذلك ندقق أكثر. ممتاز، يعني هذا شيء مهم جدا وهذا ما سأقف عليه. طيب الآن المهارات، هنا يجب أن تقوم بذكر كل المهارات اللغوية والتامحة. مثلا تتقن اللغة الإنجليزية، تتقن يعني أي لغة، أي مهارة تتقنها أنت. دعونا من الخبرات، هناك فرق ما بين المهارات والخبرات. عندي مهارة الحاسوب، مهارة يعني أي مهارة أنت تتقنها بيدك، تستطيع عملها بيدك اكتبها. عندي مثلا مهارة الرسم، عندي مهارة يعني الكتابة، عندي مهارة التفاعل مع الحاسوب، عندي يعني مهارة معينة هي لديك موجودة، هذه المهارة قد تفيد المؤسسة، اكتب هذه المهارة. لما كانت المهارات والخبرات أكثر من كان الدرس. نعم، سوف نناقش هذه الأشياء، المهارات والخبرات، لأن شيء مهم جدا وهي أهم شيء، لأن تؤهلك، لأن إذا كانت لديك خبرات وكيف يمكن أن تكتسب أنت هذه الخبرات، سوف نقف عليها بحول الله. شيء مهم جدا، يعني هذه أشياء هي في طريقنا نحن في طريق إليها إن شاء الله، وندقق فيها بحول الله. أهم شيء أكتب هذه الأشياء ثم سوف نصل إلى التدقيقات. الآن المراجع، يقصد هنا بالمراجع هي الشواهد الموجودة لديك. من المؤكد أن أي عمل تتقدم إليه يتطلب أن تقدم إليه الأوراق والشهادات التي تثبت صدق ما تم ذكره في السيرة الذاتية. قلت لديك ماجستير، يعني أن عندك ماجستير. قلت عندك شهادة تمرن أو خبرة في مجال معين لديك، يعني مديرك يعطيك
كشهادة اعتراف أو كشهادة خبرة. نعم، وكذلك شهادة بعض الأشخاص الذين عملت معهم من قبل، ذلك من قبل ذلك مثلا كمديرك السابق مثلا، والذي يجب أن تكتب في جزء المراجع، هنا في هذا الجزء تكتب المراجع بسيرتك الذاتية، المراجع متوفرة عند الطلب، يعني كل المراجع التي تريدها الشهادات والأشياء يعني هي موجودة لديك، وتكون لديك نسخة منها موجودة. ممتاز. أهم الآن سوف نصل إلى، لأن تقريبا السيرة الذاتية تكتب بهذا الشكل وتلك المعايير التي أعطيناها، يعني خمس مراحل وخمس أشياء هي ضرورية أن تكون لديك، يعني بياناتك الشخصية نرجع إليها تكون يعني واضحة، يعني هذه أهم شيء إن كنتم تدونونها أكتبوها، يعني خمس أشياء مهمة. البيانات الشخصية تتعلق بك أنت، قلنا الاسم، وقلنا يعني العنوان، وقلنا البريد الإلكتروني والهاتف، يعني كل وسائل التواصل التي يمكن أن تتواصل بها. ثم التعليم والمؤهلات، يعني ما هي الشواهد المحصلة لديك لمن كان يعني لهذه المؤهلات. ثم خبرات العمل، ما هي الخبرات التي لديك في مجال العمل. ثم المهارات التي تتقنها، اللغة، الحاسوب، يعني أشياء من هذا القبيل، تتقن هذه المهارات وهي مهمة وتفيد. ثم المراجع التي تعتبر شواهد التي تحدثت عنها، وشواهد أيضا تثبت خبراتك في العمل. إلى حدود الساعة هنا كل شيء واضح، أقول فيها دقة المعلومات والاختصار. نعم، هي تكون مختصرة، لأن أنتم كما تعلمون بأن صاحب العمل أو رب العمل ليس لديه ذلك الوقت ليأخذ سيرة ذاتية ويجهز عليها ويقرأ فيها أربع صفحات أو خمس صفحات، لا يجد الوقت، بل هو يقف على سيرة ذاتية صغيرة جدا وفيها يعني شيء دقيق ومهم. نعم، إذن نمر إلى النصائح. أول نصيحة هي اعرف الهدف من سيرتك الذاتية. بعض الأشخاص، هنا المشكلة مقولة، أن بعض الأشخاص يقومون بكتابة سيرتهم الذاتية بغرض إلقاء جميع الشركات، وهنا هذه الأشياء التي قلت سوف نتحدث عنها. أنا أكتب سيرة ذاتية وبنفس السيرة نفس الورقة يسوي لها، يعني أقوم لها بنسخة وأوزعها على جميع الشركات وعلى جميع التخصصات وعلى جميع الوزارات، وهذا هو أكبر خطأ نقع فيه، ونقول لماذا لا ينادى علينا لإجراء مقابلة شخصية، بل لابد أن تحدد الهدف. نعم، بجميع الشركات التي تقع أعينهم عليها حتى يقتنصوا أي وظيفة متاحة بالنسبة لهم، ليتخلطوا فقط من لقب عاطل الذي تعرضهم، وهذا خطأ. يعني حدد هدف، هل هي شركة إعلاميات؟ هل هي مدرسة خاصة تريد معلمين؟ هل هي شركة في يعني السيارات؟ شركة طيران؟ يعني حدد الهدف والتخصص بالضبط. ولا يعلمون ما هو الهدف الحقيقي من كتابة تلك السيرة الذاتية. عليك أن تجيب أولا عن هذه الأسئلة، يعني لابد أن تجيبني على هذه الأسئلة، سوف أطرح لك هذه الأسئلة قبل أن تفكر في كتابة سيرتك الذاتية. ما هدفي من تلك السيرة الذاتية؟ قبل أن تأخذ القلم طلبت كثيرة، نعم، قبل أن نعم تكون مناسبة للوظيفة المطلوبة، صحيح، هذا شيء، هذا هو الأهم. ما هدفي من تلك السيرة الذاتية؟ قبل أن تأخذ قلمك وتدون سيرتك الذاتية أجب على هذا السؤال أولا، ما الهدف؟ لماذا سأكتب هذه السيرة الذاتية؟ ثم ما الذي أطمح إليه؟ حدد طموحك، ما الذي تريد؟ ثم ما الوظيفة التي أرغب في الحصول عليها؟ يعني ما هي الوظيفة التي أرغب في الحصول عليها؟ نعم، الوظيفة، نعم، ما الوظيفة التي أرغب في الحصول عليها؟ أجب عن تلك الأسئلة أولا وفكر بها مليا قبل أن تكتب. أن يتم قبولي للحصول على الوظيفة، نعم. طيب،
أجب عن تلك الأسئلة أولا وفكر بها مليا قبل أن تكتب أولى الحروف في سيرتك الذاتية. إذن هنا بيانات شخصية لا نختلف فيها، المؤهلات العلمية لا نختلف فيها، لكن تبقى المسألة في الخبرات وفي المهارات. ثم الجزء الثاني، هل واضح يعني الهدف من السيرة الذاتية؟ لا تضع سيرتك الذاتية جميع، تكتب سيرة ذاتية واحدة وتوزعها على جميع التخصصات، هذا غير صحيح. استخدم كلمات رنانة، كلمات رنانة، سواء أعجبك الأمر أو لم يعجبك. مدير الموارد البشرية سوف يحكمون على سيرتك الذاتية في أقل من 5 ثواني، 5 ثواني فقط. هنا لذا عليك أن تختار العناوين والكلمات التي تستخدمها في سيرتك الذاتية بدقة وحدة. كن مبدعا، كن مبدعا، لأن عندما أجد أنا سيرة ذاتية أخذ سيرة ذاتية كلمات رنانة وجذابة، فهي تقنعني مباشرة أو تجذبني مباشرة للإطلاع عليها، وقد أهمل بعض الأوراق الأخرى التي تكون فيها يعني يكون فيها خط ركيك ربما إذا كتبت بخط اليد، أو تكون يعني كبيرة يعني فيها أوراق كثيرة جدا ومعلومات كثيرة جدا رنانة. مثل ماذا؟ تريد مثال للكلمات الرنانة؟ طيب سأعطيك مثال. مثلا بيد أن تكتب في خبراتك، الخبرات يعني عملت كمدير، أعمل أو عملت مدير لشركة فلانية، إذا أكتبها لي بصيغة جميلة، يعني أن نكتبها بصيغة جميلة جدا، يعني أن هذا الشخص عندما يقرأ أنك أنت كنت أو اشتغلت أو شغلت مدير منصب، اشتغل مثلا تكتب اشتغلت مدير للمؤسسة الفلانية، وليس أن تقول عملت مديرا لمؤسسة. إذا اشتغلت منصب هي كلمة أفضل من عملته، يعني أنك شغلت منصب لمدير أو منصب لي يعني سكرتير أو منصب، يعني عندما يكون منصب لي تكون أفضل من عملت مدير أو عملت معلم أو عملت كذا وكذا، شغلت منصب معلم في المؤسسة الفلانية أو في المدرسة الفلانية، ونعم ما ساهمت شاركت. إذا كلها عبارات جميلة جدا تكون لديها يعني نقول هو أسلوب جذاب، نعم، ولديها صدى كبير جدا وتؤثر حتى على القارئ. ثم المسألة الأخرى وهي شيء مهم، راجعها مرتين وثلاث وأربع. عندما تكتب سيرتك الذاتية وقلنا تحدد فيها الهدف وتكتبها وتكتبها بعبارات جميلة جدا، راجعها مرتين أو ثلاث وأربع. أكيد لأنه لا أحد منا يحب بعد أن ينتهي من كتابة ملف شاق عندما تعمل كثيرا، وهذا هو أكبر خطأ نسقط فيه، نكتب ملف شاق أن واحد منا يريد أو أن يقوم بمحاسبة، خصوصا يعني عندما يكمله يعني قد يمل ولا يريد مراجعته لأنه تعب فيه. جميعا نبغض هذا الشعور، حتى أنا تقريبا لا أحب أن أراجع مقالاتي بعد الانتهاء منها مباشرة، يعني عندما أكتب شيء معين مباشرة لا أرجع إليه ولا أراجع، ولكن هذا خطأ عندنا تقريبا. ولكن عليك أن تضع في الاعتبار أن خطأ إملائي واحد بسيرتك الذاتية هذا سيجعل نهاية سيرتك الذاتية تقومها. يعني عندما أخذ مثلا أنا أريد معلم في اللغة العربية، أعطيكم مثال بسيط، أريد معلم يعني موظف يشغل منصب معلم في اللغة العربية، فتأتيني سيرة ذاتية كلها أخطاء إملائية، بالله عليكم هل سأأخذ هذا المعلم؟ أجيبوني. أكيد لا. إذن عندما يكون هذا الخطأ الإملائي، إذن لماذا لا أعطي لنفسي
ثلاث دقائق أو ست دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة لمراجعة ما كتبت، أراجعه، لأن كما قلت عندما أخذ سيرة ذاتية فيها أخطاء إملائية كثيرة، وأنا أبحث عن معلم في اللغة العربية، أو أخطاء في كتابة سيرة ذاتية بالإنجليزية، وأنا أبحث عن معلم إنجليزية أو عن سكرتير أو عن مدير يتقن اللغة الإنجليزية، وأجد في هذه السيرة الذاتية أخطاء بالإنجليزية، أكيد بأنني سوف أكون قد جنيت على السيرة الذاتية، وسوف يكون مصيرها فلة المهنة. لذا بعد أن تنتهي من كتابة سيرتك الذاتية، خذ استراحة لمدة خمس دقائق فقط، ثم عد مرة أخرى وراجع ما كتبته مرتين وثلاثة وأربع إن أمكن ذلك. لأن عندما نرجع أحيانا نكتب أشياء معينة، وهذا من خلال تجربتي أنا أيضا، عندما أكتب شيء معين وأتركه لمدة أرجع إليه أجد فيه أخطاء عديدة، وهذا ليس عيبا، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، يعني التوابون، فلا بد عندما تخطئ، يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني عندما تخطئ فتراجع ما كتبته، ليس عيبا أن تخطئ، بل العيب أن تترك الخطأ، وعندما يمر هذا الخطأ قد يجني على الذاتية، ونحن دائما نقول بأن انطلاق السيرة الذاتية هي المفتاح الحقيقي، وهي المفتاح الأساسي لوصولك إلى تلك المقابلة الشخصية، هذا شيء مهم. استخدم النقاط. لماذا تستخدم النقاط؟ هل تعلم أنه عندما تكون أو تعلن شركة، يعني عندما تعلن شركة معينة عن تواط وظيفة شاغلة لديها، يتقدم بالمتوسط تقريبا 100 شخص، ربما هذا إذا لم يكن الإعلان، إذا لم يكن هذا الإعلان يعني على شكل واسع، على الأقل نجد 100 شخص يشغل تلك الوظيفة. فتخيل معي كيف يتعامل مديري الموارد البشرية مع السيرة الذاتية التي يستلمونها. لا أحد منهم، أنا أعطيكم يعني بعض الأسرار، أسرار المدير الموارد البشرية حتى تعلموا يعني كيف تجري بعض الأمور. لا أحد من مدير الموارد البشرية لديهم الصبر والدقة الكافية لقراءة كل سيرة ذاتية تقع تحت يده، ولهذا قلنا يجب أن تكون دقيقة وواضحة وليس فيها إطناب أو فيها تكرار أو فيها الكم من المعلومات. ولذا في العادة ما يقومون به هو مراجعة سريعة للسيرة الذاتية، يأخذها بشكل يعني خفيف جدا، قلت خمس ثواني لمراجعة فقط، يطلع على بعينيه انتهى الأمر. لذا عليك أن تقوم بكل ما تستطيع لتوضح لهم نقاط قوتك بشكل واضح ويسهل ملاحظته. لذا من المفضل أن تستخدم النقاط في سيرتك الذاتية، يعني نقطة واحد، نقطة اثنين، يعني نقطة واحد ساهمت في نمو الشركة الفلانية، شغلت أو يعني شغلت منصب الفلاني، يعني نقطة مختصرة دقيقة جدا قد تكون أكثر وضوحا وأكثر سهولة للإطلاع عليها، لأن المدير الموارد البشرية ليس لديهم الصبر على الإطلاع على جميع السيرة الذاتية، خصوصا كما قلت إذا وقعت بين عينيه سيرة ذاتية فيها 50 سطرا أو 60 سطرا، وكل سطر مكتوب بشكل يعني غير واضح، وربما الخط يكون مثلا 9 أو 8 أو 7. هناك من يكتب هذه السيرة الذاتية، إذا لم تعط لسيرتك الذاتية أنت قيمة، فمن الذي يعطيها قيمة؟ من الذي سيعطي لقيمتك السيرة الذاتية، لسيرتك الذاتية قيمة إذا لم تعطيها أنت القيمة؟ إذا اعرف كيف تسوق ذاتك، كيف تقدم ذاتك للآخر، كيف تقنع الآخر بأن محمد أو علي أو خديجة أو إلياس أو يعني أو سميرة أو أي شخص، كيف تستطيع أن تقنع بأنك أنت أحق من أي شخص آخر بهذه الوظيفة انطلاقا من جواز سفرك. النصيحة الأخرى هي ما هي طموحاتك؟ يجب أن تضع في سيرتك الذاتية أهدافك وطموحاتك
وأين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ فهذه النبذة التي سوف تضعها في سيرتك الذاتية سوف توضح لمدير الموارد البشرية ملخص سريع عن شخصيتك وطريقة تفكيرك. يعني نبذة بسيطة جدا، يعني ما هي طموحاتك؟ مثلا عندما تريد مثلا تدخل إلى هذه الشركة معينة، توضح طموحاتك انطلاقا من حصولك على هذا المرض، ما الذي ستقدمه لهذه الشركة؟ يعني أنا لدي طموح عندما يعني أدخل إلى الشركة الفلانية أستطيع أن أغيرها بقدر ما انطلاقا في هذه المرحلة، مرت 5 سنوات مثلا سوف أستطيع أن أكون قيمة مضافة لتلك الشركة، لأن أن أقدم طموحات لذلك العمل. معلم مثلا يعني طموحي أن يتخرج على يدي العديد من الطلاب النجيبين، وأن أكون يعني مواطن صالح يخدم وطنه. نعم فقط أن يشمل كل طموحات بشكل، لا أقول بشكل عام، يعني أربط هذه الطموحات، أربطها بالوظيفة، لأن الآن قلنا سوف ندخل في التدقيق انطلاقا من حد الهدف. هنا من تحديد هدفك للسيرة الذاتية ابدأ بتدقيق الأمور، وعليكم السلام ورحمة الله، واربطها بالمجال العمل الذي تريد أنت. طيب الأهم أولا، كما ذكرت لكم سابقا، مدير الموارد البشرية في العادة يقرأ العديد من السير الذاتية في وقت قليل جدا، قد تكون لديه 100 سيرة ذاتية ربما يقرأها في 10 دقائق، ربما 10 دقائق 100 سيرة ذاتية تمر عليه، لأنه يخطف بعينه، هو لا يقف عليها ولا يقرأها بروية، بل بمجرد يعني قد يقف على نقطة مهمة تعجبه فيأخذ هذه يعني هذه الورقة أو هذه السيرة الذاتية مقبولة وهذه السيرة الذاتية إلى سلة المعاملات، وهذا يعني شيء وارد. هنا تذكر الأهم، لذا عليك أن تضع الأهم أولا، يعني أهم شيء اكتبه أولا، ضع أولا ما ترغب في أن يتم ملاحظته، ما هي الأشياء التي يعني نقول يعني تثير انتباه، تثير انتباه مدير الموارد البشرية، يعني ما هو الشيء الأهم ضعه أولا في أن يتم ملاحظته، ضع نقاط القوة التي سوف تميزك عن بقية المتقدمين. إذن ما هي نقاط قوتك؟ ما هي نقاط القوة التي تجعل بأن محمد أولى من المهدي؟ يعني ما هي نقاط القوة التي تجعلك أنت الأول وأنت الذي سوف تظفر لهذا المنصب؟ هذا شيء مهم. ثم المسألة الأخرى، تجنب السلبية، لا تكون سلبي. فتجنب السلبية، لا تضع بسيرتك الذاتية أي نوع من الكلمات أو العبارات التي قد تعطي انطباعا لمن يقرأها أنك شخص سلبي. إذن لا تضع بسيرتك الذاتية، وركز على هذه الأمور، لا تضع بسيرتك الذاتية أي نوع من الكلمات، لأن في الأول ماذا قلنا؟ استخدام كلمات رنانة جذابة. هنا إذا وضعت يعني كلمات سلبية فربما قد تجني على هذه السيرة الذاتية، أو أنك ترى الحياة باللون الأسود، لا، هذه ستكون غلطة فادحة. يعني أن تكتب أشياء سلبية هذه سوف تكون غلطة فادحة. حاول أن تخفي هذا الجزء المظلم من شخصيتك بقدر الإمكان. قد يكون إنسان سلبي أحيانا، قد يكون، ولكن هذه السلبية تجنبها في سيرتك الذاتية، لأن ربما انطلاقا من سيرة ذاتية إيجابية، ذاتية لديها يعني شحنات إيجابية ولديها قوة للآخر، قد تفتح لك أبواب للقضاء على السلبية أو على شخصيتك السلبية الموجودة لديك، فانطلاقا من هذه السيرة الذاتية. وأيضا اهتم بتنظيم سيرتك الذاتية من ناحية حد الخطوط كما قلنا، ونوع الخطوط التي تستخدمها. إذن لابد أن تكون منسقة، فيها رونق، فيها جمال، تثير انتباه الآخر، تجذب الآخر إليها من أجل أن يقرأها ومن أجل أن يطلع عليها.
ثم المسألة الأخرى يعني قبل هذه الأشياء هو الاهتمام قبل أن تحدث عن ما الذي يميزك، ثم الاهتمام بتنسيق السيرة الذاتية، يعني تكون منسقة، لا تستخدم الألوان نهائيا، يعني في سيرتك الذاتية لا تستخدم الألوان، فهذا لا يدعك ثيرابيتك. يعني إذا استخدمت ألوان بالأحمر والأخضر والأزرق وما إلى ذلك، لا تستخدم تلك الألوان، اكتبها باللون الأسود الموجود يعني والكل يقرأه، وهذا شيء واضح. فكما قلت هذه الألوان كلها لا تدل على احترافيتك. صراحة لم أقابل من قبل مدير موارد بشرية سيعين أحد المتقدمين الذي يستخدم الألوان بسيرة الذاتية لحدود ساعة. أنا لم أستقبل. نعم إيفون، نعم مهمة الورقة إيفون، نعم لا تستخدم يعني لحدود تعلم قبل يعني أي مدير موارد بشرية من خلال يعني معرفتي بهم أنه سيعين أحد المتقدمين الذي يستخدم الألوان بسيرته الذاتية، وأيضا اهتم بسيرتك أو بتنسيق سيرتك الذاتية من ناحية حجم الخطوط كما قلنا ونوع الخطوط. مسألة ما الذي يميزك؟ حاول هنا أن توضح بسيرتك الذاتية المهارات، يعني تحدثنا عن المهارات التي تجعلك مميزا عن بقية المتقدمين، وأيضا حاول أن توضح كيف ستعود تلك المهارات. نعم كم عدد الصفحات؟ والله يعني الصفحات هي تفضل يعني على حسب الخبرات الموجودة لديك وعلى حسب يعني الشواهد، فقد يتحدد لنا عدد الصفحات، ويفضل أن تكون صفحة واحدة، يعني إذا كانت دقيقة جدا تفضل أن تكون صفحة واحدة أحسن، وإذا كانت لديك خبرات وأشياء تراها أنت أنها مهمة وتؤهل سيرتك الذاتية فشيء ضروري أن تفعل هذه الأشياء، لأنها قد تكون قوة، قد تكون نقطة قوة وتؤهلك لذلك العمل وللظفر بتلك الوظيفة، لأن هناك قد مما من لديه خبرات ما شاء الله يعني قد يكون يعني عمل في عدة مجالات وفي عدة تخصصات ولديه ما يؤهله وهو إذا يكتب هذه القوة التي تؤهله. كما قلت حاول أن توضح كيف ستعود تلك المهارات التي تمتلكها بالنفع على الشركة التي ترغب في العمل بها. أنت كمعلم لديك مهارات، ومثل مهارات في التواصل مع الطلاب، مهارات في إدارة أندية داخل المدرسة، مهارات مثلا في تقديم دورات والعمل يعني على تنمية الموارد داخل المؤسسة، لديك مهارات تؤهلك، اكتب المهارات لأنها هي نقطة وتميزك أنت على بعض الآخرين قد نحتاج إلى هذا الشخص. لازلنا في هذه النصيحة وهي مهمة جدا، نأخذ نصيحة لا تضع صورتك في سيرتك الذاتية. هنا لا تضع صورة الشخصية في سيرتك الذاتية، فإن مدير الموارد البشرية الذي لن يقوم بتوظيفك بسبب صورتك الأنيقة التي تستخدمها في سيرتك الذاتية. يعني أعتقد بأن مدير الموارد البشرية يبحث عن صورة فلان أو علان بقدر ما يبحث عن مؤهلاتك وعن خبراتك وعن الأشياء التي تؤهلك للحصول على ذلك العمل، ووضع كما قلت بسبب صورتك الأنيقة التي تستخدمها بنفسك الذاتية التي الأغلب تكون مختلفة على أرض الواقع. أكيد بأن الصورة الذاتية عندما تصور فإنه يحاول أن يعطيها إضاءة ويعطيها ويحاول ما أمكن أن يجعل الصورة أنيقة جدا، لكن هنا يعني قد تكون الصورة مختلفة لأرض الواقع وتظهر بهذا الشكل الجميل فقط نتيجة مهارة المصور، لذا لا تضع صورتك الشخصية بالسيرة الذاتية إلا إذا كانت الوظيفة التي تسعى إليها تتطلب شخص خصوصا.
يعني عندما نجد مثلا الأبناك قد يطلبون صور ذاتية، مثلا مضيفات الطيران، في وظيفة مضيف طيران قد يطلبون صورة، هنا ضع صورة على أساس أن ربطونها يكون فيها لون أقوى وإلى غير ذلك، لأنه قد تكون صورة. أما بقية الأشياء الأخرى لا تضع في لا تضع صورة الذاتية، صورة في التفكير الذاتية. اكتب الخمس أشياء التي اتفقنا عليها: البيانات الشخصية، المؤهلات العلمية، ثم الخبرات، ثم المهارات، والمراجع التي هي باعتبارها يعني الشواهد الموجودة لديك. والصورة ليست ضرورية ولا تحاول أن تضع إلا إذا كانت الوظيفة تطلب الصورة الذاتية وتكون موفقا معها. وغالبا بعض الأحيان يطلبون لك يعني صور محددة ترفق مع الطلب وترفق مع الأسئلة الذاتية، فسوف تغنيك عن وضع صورتك في هذا المجال. قبل استخدام لغة الأرقام لابد أن أتحدث عن أن تذكر ما حققته وليس ما تحملت مسؤوليته. ماذا حققت؟ نعم، ساهمت في تكوين شيء معين داخل مؤسسة، لابد أن تذكر هذا الشيء لأنه يؤهلك. مثلا شغلت مدير لمؤسسة ما، بشغلك لمنصب المدير ما الذي حققته لتلك الشركة أو لتلك المؤسسة أو لتلك المنصب؟ إذا هنا لا تذكر بسرعة هي المهام التي تحملتها في حياتي المهنية فقط، فثقة مديرك السابق بك وضع تلك المسؤوليات لا يعني بالمرة أنك بالفعل تحمل تلك المسؤولية بكفاءة. لذا أذكر بسيرتك الذاتية الإنجازات التي حققتها بالفعل بحياتك المهنية نتيجة تحملك للمسؤولية. نعم، ثم استخدم لغة الأرقام. ماذا نقصد هنا بلغة الأرقام؟ مدير الموارد البشرية يحبون لغة الأرقام. أنا أعطيكم يعني بعض الأسرار هنا. نعم، المدة التي عملت بها سابقا، نعم هي المدة، وعندما تتحدث عن المدة ما هي إنجازاتك؟ ماذا حققت؟ كم ساعة، كم شهر؟ ليس من الضروري أن تتحدث عن الساعة وعن الشهر، يعني أنك شغلت منصب مدير في مؤسسة ما، شغلت منصب موظف في مؤسسة ما، في شغلك لهذا المنصب، إذا ماذا حققت لتلك الشركة؟ ما هي القيمة المضافة التي قدمت لتلك المؤسسة حتى تؤذنك أيضا بشغل ذلك المنصب؟ سوف نتحدث، لأن أحيانا قد نجد شخص ما ليس لديه خبرة، هذا يعني ممكن، لأن عندما نتحدث خريج الجامعة ويبحث عن عمل قد لا تكون لديه خبرة، ولكن هنا لابد أن يكون الإنسان من أجل الوصول إلى الخبرة لابد أن يضحي بعض الشيء، حتى ولو يعمل عمل مع مؤسسة ما بدون راتب. ليس عيب أن أعمل بدون راتب لمدة شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر من أجل اكتساب الخبرة. عندما تكتسب الخبرة ربما بعملك مجاني، مثلا بعملك مجاني مع تلك الشركة، قد يؤهلك إلى الفوز بمنصب ربما مع تلك المؤسسة أو ربما مع مؤسسة أخرى، ولكن أنت تأخذ الخبرة وتمتلك الخبرة التي تؤهلك إلى ذلك. ونجد بأن هناك بعض المؤسسات أيضا لديها شراكات مع مؤسسات حكومية ومدارس خاصة من أجل أن تأخذ الخبرة، وأنت تدرس في تلك المؤسسة تأخذ الخبرة، لأن بعد تخرجك مباشرة تمر إلى أخذ خبرة أو من ثم بتمرن وستاج، إذن فتأخذ هذه الخبرة فتؤهلك لكتابة الخبرات التي وصلت إليها. كما قلت، بل تحدث بلغة الأرقام واذكر أنك استطعت أن تزيد من مبيعات الشركة السابقة التي كنت تعمل بها بنسبة، هنا لغة الأرقام كيف؟ أنني مثلا ساهمت في نمو اقتصاد الشركة أو في نمو مداخل الشركة
بنسبة 10% أو 20% أو 30%. ساهمت في رفع مستوى التحصيل الدراسي عند الطلبة بنسبة 60% داخل المدرسة. ساهمت في إنشاء 20% أو 5 أندية داخل المدرسة الفلانية. ساهمت يعني كما قلنا برفع إنتاجية الشركة بنسبة معينة. إذن هنا نسبة الأرقام شيء مهم، لأنها مدير الموارد البشرية يتفاعلون مع هذه الأرقام. ساهمت بطباعة أو قمت بتأليف عديد من الكتب، قمت بمثلا ساهم، يعني هذه الأشياء أعطيتها نسب مئوية وأرقام لذلك. خصص سيرتك الذاتية. أحد الأخطاء التي يقع فيها العديد أنهم يقومون بكتابة سيرة ذاتية موحدة، كما قلت من قبل أنني أكتب سيرة ذاتية وأوزعها على جميع الشركات وعلى جميع التخصصات وعلى جميع الوزارات. أنا أبحث عن منصب معلم مثلا، فلدي سيرة ذاتية، وزارة العدل أعلنت عن امتحان معين في المحاماة، لنقول المحاماة أو الموثقين أو المصداق أو منصب في وزارة العدل، فأنا وضعت سيرة ذاتية فيها، يعني مارست وظيفة معلم، إشراف تربوي، متبقي. بالله عليكم ماذا تفيد في المحاماة؟ معلم ماذا يفيد في المحاماة؟ هذه المهن نعم. إذا كما قلت خصص هذه السيرة الذاتية ويقوم بإرسالها إلى جميع الشركات التي يرغب في العمل بها، ولكن هذا خطأ شائع وعليك ألا تقوم به. والسيرة الذاتية غالبا ما تكون يعني سيرة ذاتية عامة، هو يكتب فيها كل شيء ويوزعها على جميع التخصصات، وهذا خطأ شائع وعليك ألا تقوم به بهذا الأمر نهائيا. فمدير الموارد البشرية مع سنين العمل والخبرة أصبح لديهم حاسة سابعة. هنا نتحدث عن الحاسة السابعة. كما قلت أن مدير الموارد البشرية أصبحت لديهم مع تراكم الخبرات، تلاحظون يعني بالخبرة وبالتمرن وبالعمل، أصبحت لديهم الحاسة السابعة وليس الحاسة السادسة، تجاوزنا الحاسة السادسة، فأصبحت لديهم الحاسة السابعة أيضا. يستطيع من خلالها تمييز السيرة الذاتية التي كتبها المتقدم خصيصا رغبة في العمل في الشركة هو السيرة الذاتية الموحدة. هل أنت كتبت سيرة ذاتية للعمل في شركة سيارات خاصة بمعمل السيارات، أو بالطلب أو لمنصب معلم أو مدير أو مهندس؟ فالمدير يعرف هذه الأشياء، وبالطبع استخدامك لسيرة ذاتية موحدة هذا يعطي انطباعا لمدير الموارد البشرية أنك غير مهتم بذلك العمل، أنت فقط وضعت سيرة ذاتية إن يعني كأنك وضعت مصيدة، إن استاضت وإن لم تصطد لم تصطد. بل دائما أقول انصب دع النصب، فإذا فرغت فانصب، يعني دائما كن دقيق وكن متخصص في المجال الذي تريد، يعني حدد الهدف. يعني هنا فأنت غير مهتم بالعمل معهم، فأنت لم تكلف نفسك أن تستثمر بعضا من وقتك الثمين لتخصص سيرة ذاتية لتتناسب مع الوظيفة الشاغرة بتلك الشركة. يعني أنت لم تعطي لنفسك ولو دقائق معينة لكتابة سيرة ذاتية لمخصص للوظيفة التي تريد، فأنت أخذت سيرة ذاتية سمعت بأن شركة نور أو شركة إلياس أو شركة أي كانت تلك الشركة تبحث عن موظفين، فأنت أخذت السيرة الذاتية الموجودة لديك وطبعتها وسويت وقمت بها نسخة معينة ووضعتها في تلك
الشركه، فهذا خطا كبير، بل خصص سيرتك الذاتيه. لا تذكر سنك بسيرتك الذاتيه. السن وان تحدثنا يعني تاريخ الميلاد يحدد سنك. فهذه النصيحه قد يقوم احد مدير الموارد البشريه بقتلي بسبب سريدها اليك. يعني هو شيء مهم ان مدير الموارد البشريه يعني لو سمعوا يعني بتسريبي لهذه الفكره. هذه صراحة إحدى النقاط التي لا يعلمها العديدون. لا يوجد شرط من شروط كتابة السيرة الذاتية تنص على أنه يتوجب عليك. أنا أتحدث يعني أعطي بعض النصائح المهمة لكتابة السيرة الذاتية. كما قلت هذه صراحة إحدى النقاط التي لا يعلمها العديد. لا يوجد شرط من شروط كتابة السيرة الذاتية تنص على أنه يتوجب عليك أن تذكر سنك. لذا إذا كنت تظن أن سنك قد يكون نقطة ضعف بدلا من أن يكون نقطة قوة بسيرة الذاتية فلا تذكر. يعني إذا كان السن قد يؤثر، قد يكون الإنسان في السن متقدم، ربما لأن السن المتقدم قد يكون أيضا مجال خبرة. قد يكون مجال خبرة عندما نجد مثلا شخص لديه 50 سنة أو 50 سنة، إذا ويقدم سيرة ذاتية لديه خبرة. والسن غالبا كما قلت ما يطلب إلا في يعني في بعض التخصصات كالتخصصات العسكرية مثلا أو كشيء من هذا القبيل. فيعني لا داعي أن تذكر سنك إلا إذا كان مطلوبا. من فضلك لا تكذب. هنا لا تحاول أن تكذب على الإطلاق، لأن أحيانا قد تجد سيرة ذاتية فيها كذب. يكذب بأن لديه مؤهلات كذا وكذا وهو لا يمتلك المراجع لدليل. إذا طلبت منه أن يقدم شهادة خبرة أو شهادة ما يثبت بأنه يمتلك تلك الأشياء فهنا سيحرج. حتى وإن كانت كذبة بيضاء كما يقال أو نوع من تزيين الواقع، فعاجلا أو آجلا سيستطيع مدير الموارد البشرية أن يكشف كذبة فلا حاجة كذبت فلا حاجة إلى أن تضع نفسك بهذا الموقف المحرج. يعني أن لا تكذب، دع الأمور بدقة واعلم أهم شيء يكون عندك يقين بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنت فقط تقوم بالأسباب. يعني أنت تتوكل على الله، تقوم بالسبب ورزقك مضمون. هذه أهم شيء قبل أن يعني أن نناقش أشياء أخرى. أهم شيء تكون عندك هذا يقين، هذا يقين أن رزقك مضمون وأن الله سبحانه وتعالى ضمن لك رزقك. فلا تكذب على هذه الأشياء وحاول أن تقوم بالأسباب على أحسن ما يراه وأن تكتب ما هو لدي. نعم، إذا كان هنالك وقعة سيئة بتاريخك المهني من الأفضل ألا تذكرها على الإطلاق بدل من أن تحاول تجميلها وبعد ذلك يتم كشف كذبك. لأن أحيانا قد يكون وقع الإنسان مشكل في العمل السابق بينه وبين المدير أو بينه وبين زملائه أو رئيسه، فيحاول أن يعطي أن يأخذ من تلك الواقعة لصالحه هو، ربما هو المخطئ. فيحاول أن يجعل ذلك الموقف لصالحه ويكذب، ولكن سرعان ما تنكشف تلك الحقيقة فتعود عليه بالضرر. ربما هو الذي أخطأ في كتابة تقرير معينا فيقول بأن مديري يعني أنا كتبت تقرير منمق وجميل بينما مديري حاول أن يخطئ وأن يخطئني وأن يكذب علي وإلى غير ذلك من الأشياء التي يريد أن يعطيها رونق وجمال. تجاوزنا الكذب، انظر إلى شيء آخر. لا تضع هواياتك. أحيانا تأتيك بعض سير ذاتية مكتوب في أسفلها الهوايات. ما الذي تفيده الهوايات؟ أنت كمدير موارد بشرية مثلا، كمدير لمؤسسة ما، فتأتيك سيرة ذاتية فيها هوايات، الذي تفيد مدير الموارد البشرية يهتم بالمرة
بهواية، فهذا الأمر لن يعود على شركتي بالنفع. أحب السفر، أحب الرحلات، المطالعة، القراءة، الرسم. يعني هل تفيد هذه الأشياء؟ هل تفيد؟ قد لا تفيد، وهو ليهتم بها. هوايتك هو أمر شخصي من الممكن تشاركه مع صديقك، ولكن لا تخبر مدير الموارد البشرية بشأن هواياتك. في الحقيقة هذا الأمر يجعل سيرتك الذاتية تظهر بشكل غير احترافي، وغالبا ما نجد بعض هذه السير الذاتية فيها هواياتها، يعني أشياء لا تمت بصلة للاحترافية، ولا تمت بصلة، ولا تزكي عملك، ولا تزكي شخصيتك، ولا تزكيك بأن أهل لهذه الوظيفة. فابتعد عن هذه الأشياء. مسألة أخرى، حدد ذاتية بشكل دوري، لأن الإنسان يتطور، الإنسان يكتسب خبرات، الإنسان يحصل على شهادات. فاترك يعني سيرتك الذاتية مجرد سيرة ذاتية يومية، نفسها هي اللي عندك يعني في سنة 2000 هي التي سأجدها عندك في سنة 2015. حدد سيرتك الذاتية بالشكل الدوري، ممتلكة أكيد، لأن الإنسان يتغير، الإنسان يتطور، الإنسان يتعلم، يحصل على شهادات، يتقدم. إذن سيرتك الذاتية أيضا تتقدم، تتطور، فيها أشياء تفيد، فيها أشياء متطورة، هي أشياء تخدم. إذا لماذا تقتل سيرتك الذاتية وتبقى يعني دائما نبكي على الأقلال، دائما نعيش على هذه الأقلال، ونعيش على الماضي، ونعيش على هذه الأقلال؟ لا، إذا حصلت على شيء آخر اكتبه، دونه، لأنه شيء مهم، وهو يفيدك في الحصول على عمل بتوفيق الله. ثم لازلنا في هذه النصائح، وهي مهمة، ورأيت بأنها مهمة حتى لا نقع في أخطاء في كتابتنا للسيرة الذاتية. كن حذرا عندما تستخدم نماذج جاهزة للسيرة الذاتية. هناك العديد من المواقع، نجد العديد من المواقع تعطينا. قلنا كن حذرا عندما تستخدم نماذج جاهزة للسيرة الذاتية. هنالك العديد من المواقع التي تتيح لك نماذج مجانية للسيرة الذاتية، يعني نجد النت هي موجودة، ولكن الصراحة لا أنصحك باستخدامها على الإطلاق. تأخذها يعني كنماذج وتمليها وترسلها، فإن كنت لا تريد أن تصمر بعض الدقائق لكي تقوم بتجميل سيرتك الذاتية مميز، سيرة ذاتية مميزة وخاصة بك، فكيف ترغب في الحصول على وظيفة؟ أنا لا أستطيع أن أعطي لنفسي 10 أو 20 دقيقة، كما لا أعطي لنفسي 5 دقائق أو 10 دقائق أو حتى ساعة أو ساعة أو ساعتين أو حتى يوم كامل لأكتب سيرتي الذاتية سيرة مقنعة أقتنع بها أنا أولا. لأن عندما أقتنع بالشيء وأقتنع بالفكرة أنا أولا، إذا لم أكن مقتنعا بها فكيف أستطيع أن أقنع الآخر؟ الآن ونحن نتحدث من خلال هذه القاعة، إذا لم أكن مقتنعا أنا بهذه الأفكار التي أقدمها لكم، هل أستطيع أن أقنعكم بها وأنا بعيد عنكم؟ يعني نتواصل أونلاين. إذا لابد أن أكون مقنعا أنا أولا كي أقنع الآخر. أكتب شيء ينبثق منك ولا ينبثق من الآخر، لأن لكل شيء خصوصياته. نعم، تضيف قيمة للسيرة الذاتية أم لا تشكل أي فرق. الأعمال التطوعية في نفس المجال، هي الأعمال التطوعية في نفس المجال، يعني عندما تعرفين الشركة وتعرفين توجهها وتخصصها، هي قد تفيدك وقد تكون قوة في مجال الشركة. ذكر دورات تطويرية شيء مهم، لأن عندما يعني هذا اللي قلناه، يعني الإنسان يتطور، وعندما تطور نفسك. أنا مثلا يعني شاركت في مثلا دورة إعداد التقارير، حاصل على دورة في إعداد التقارير، وعندي شهادة المشاركة في هذه الدورة، مشاركة في هذه الدورة يعني في إعداد التقارير هي تفيدك.
اصلا لانك انت مثلا في الشركه تحتاج الى اعداد تقارير ولديك خبره في اعداد التقارير، هذا الشيء يؤهلك. حصلت مثلا على دوره في فن الاقناع، فهذه فن الاقناع، اذا انت محتاج الى فن الاقناع، كيف تقنع العميل. عندما ياتيك عميل مثلا لهذه الشركه يشتغل مع تشتغل مع العميل انت، كيف تقنع العميل. وتلاحظ اعطيكم يعني المنافسه الان بين الشركات، لم تعد تلك المنافسه في المنتوج او المنافسه في راس المال، يعني كم يضخ في خزينتها من الاموال، بقدر ما اصبحت المنافسه في كيفيه كسب العميل، في كيفيه التعامل مع العميل واقناع العميل ليكون هذا الزبون يعني زبون دائما نستفيد منه بكيفيه اقناعه نحن، وكيف نتواصل معه، وكيف نكتبه. هذا شيء مهم، لان هذه الدورات التطويريه في مجال عملك هي شيء مهم ويفيدك. كما قلنا يعني هذه نصيحه ليس الغرض منها تمغيث يعني، ولكنها نصيحه حق. هذه تكون حذرا عندما تستخدم نماذج جاهزه، هي انا انصحكم باعتبار يعني اخواني زملائي ويعني معرفتي بكم يعني شخص كبير، ان اتعرف عليكم وانا سعيد بلقياكم وسعيد يعني كوني معكم واستفيد منكم ايضا، فانا اقدم لكم هذه النصائح لانها مهمه. هي مهمه ان تكتب، يعني اكتب الاشياء التي تراها انها قيمه مضافه لسيرتك الذاتيه، وانها قوه ضاربه يعني لسيرتك الذاتيه. هل تتذكر عندما ذكرت لك مدير الموارد البشريه مع الوقت استطاع تنميه حاسه السابعه؟ هذه الحاسه اللي قلت لكم من قبل ايضا تمكنهم ايضا من تمييز النماذج الجاهزه من النماذج التي هي يعني انت تكتبها، وتلاحظون يعني ان الشيء التي تشتغل عليه وتبذل فيه جهد يكون فيه صراحة يعني يكون فيه إحساس ويكون فيه فخر لك واقتناع من ذاتك. إذا اقنع نفسك وأن تنبثق هذه الأشياء من قناعة شخصية ومن قناعتك بأنك أنت أهل وكفء، سوف أقدم نفسي بالشكل الذي أراه أنا مقتنعا به لا الآخر. جميل جدا. استخدام بريد إلكتروني احترافي. أحيانا تأتيك بعض السير الذاتية فيها نعم فيها بريد الكتروني، يعني هو يشتغل عليه بريد الكتروني غير احترافي، بل يجب ان تتجنب استخدام بريد الكتروني يشمل اسم الشهره الخاص بك، يكون في اسم الشهره ابتعد عنه، او البريد الالكتروني الذي اعتدت ان تستخدمه بالسديات وببرامج المحادثه. يعني هذه البرائد الالكترونيه حاول ان تبتعد عنها، واكتب بريد الكتروني احترافي فيه اسمك انت، ويعني الشيء دقيق جدا، وابتعد عن الاشياء التي فيها مثلا يعني عقاد مثلا او اسم شهره انت معروف به في مواقع التواصل الاجتماعي او في المنتديات الى غير ذلك. اكتب بريد الكتروني احترافي حتى توضح يعني للمدير بأنك إنسان احترافي وأنك إنسان تقدم عملك وأهل لهذه المهنة. ثم لا تستخدم صيغة الغائب. لا تستخدم صيغة الغائب. صيغة الغائب نهائيا لا تستخدمها وبتاتا. في الحقيقة من ذاتي أحرم على نفسي أن أرتكب هذا الخطأ الشنيع، يعني أن أكتب سيرة ذاتية بصيغة الغائب. فلا تذكر بسيرتك الذاتية مثلا تهدي موظف مجتهد وكب، لا، يعني اكتبها بشكل دقيق، لا تقم بهذا نهائيا، هذا الأمر بمثابة شهادة وفاة لسيرتك الذاتية. يعني اكتب بانني يعني انسان كفء، انا كفء، انا ادرس، نعم هذا شيء مهم،
يبدو اني في البريد الالكتروني على السريع لو سمحت دكتور. اوكي طيب بالنسبه للبريد الالكتروني اكتبه بشكل احترافي. مثلا انا اعطي مثلا البريد الالكتروني اكتب فيه المهدي بابلي @ gmail.com. يعني هذا تكتبه بشكل احترافي، اكتب اسمك الاسم الثاني ثم يعني اكتبه بشكل، اما ان تكتب باسم الشهرة مثلا او اسماء او بريد الكتروني تتعامل به في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي فهذا قد يؤثر على سيرتك الذاتية. نعم ثم قلنا صيغة الغائب يعني تجنيب استخدام الرموز في البريد. نعم لا تستخدم تلك الرموز كلها وتلك الاشياء بل اكتب بريد الكتروني مهم جدا وتستغل به انت مع الشركه او مع المؤسسه التي تريد ان تعمل بها. قلنا استخدام صيغه الغائب لا تستخدمها، اكتبها يعني بصيغه يعني انك يعني شغلت، واذا كنت تشتغل مثلا شيء معين اكتب يعني لا زلت اشتغل في يعني اكتبه بصيغة بشكل دقيق وبشكل مهم جدا. اذا في اي استفسار او اي تساؤل في كل ما قلناه؟ وهل لديكم نصائح اخرى ممكن ان تقدموها لنا فيما بيننا نتشاركها مع الزملاء؟ يعني اخر نصيحة اتركها لك، يعني اذا كان لديكم اي شيء تقدمونه انتم في زملائكم قبل ان نختم. اشكركم جزيل الشكر اسما اسم فرد فرد. صراحة يعني كانت امسية رائعة جدا بوجودكم بتفاعلكم بادائكم، يعني للشرف الكبير وانا سعيد بلقياكم، سعيد سعيد جدا بلقياكم ومتفاعل يعني بتفاعلكم وبادائكم، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في توصيل المعلومه لديكم وان واعطيتكم يعني بعض الافكار التي تفيدكم يعني في حياتكم العمليه وفي كتابتكم لسيرتكم الذاتيه، وان اكون يعني سبب بحول الله لحصولكم على عمل ولي يعني واساعدكم يعني في هذه الاشياء. فشكرا لكم جزيل الشكر باسمي باسمكم ايها الحضور الكرام. اشكر يعني اكاديميه الجيل الجديد وكل الساهرين عليها وعلى تفاعلهم وعلى منحهم لنا لهذه الفرصه لتدارس هذه الاشياء التي نحن في حاجه ماسه اليها ونحتاجها يوميا، وهي المنطلق منطلقنا للبحث عن عمل. اذا اشكركم جزيل الشكر. العنوان على صفحه الفيسبوك هي موجوده لمن اراد التواصل معي، اهلا وسهلا بكم. نتمنى ان نكون ازلت بعض الغموض، واذا كان اي استفسار او تساؤل فاهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم جزيل الشكر. واستسمحكم عذرا يعني ان بدر مني اي شيء او قصرت في حقكم، ف يعني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.